احنا برضو عايزين نوضح للناس اللي بيتابعونا دور الاتحاد. طبعا يعني في حاله حضرتك هيكون الاتحاد المصري للتايكوندو، لكن احنا بنتكلم بشكل عام دور الاتحاد. يعني اي لاعب للتايكوندو مقيد في اي نادي من الانديه بيلعب في النادي ده بشكل نظامي، بطبيعه الحال لازم يكون مقيد في الاتحاد عندكم. أكيد. مش كده برضو؟ أكيد. هل ده معناه ان مفيش فرصه ان حد ما يكونش مقيد في نادي ما ولكنه قد يكون بيحمل موهبه استثنائيه ممكن الاستفاده منه، ولا هيكون صعب لمجرد ان هو غير مقيد في نادي من النوادي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، شكل التعاون اللي بين الاتحاد المصري والاتحادين القاري والدولي او الافريقي يعني والدولي بيكون عامل ازاي لتدعيم انتشار الرياضه دي في مصر؟ هاخد السؤال الثاني وارد عليه الاول. اتفضل. التعاون بالنسبه ما بين الاتحاد المصري والاتحاد القاري اللي هو الافريقي، او الاتحاد المصري والاتحاد الدولي على خير ما يرام، لان احنا عندنا عضو مجلس اداره بصفته الدوليه معانا في الاتحاد، الكابتن محمد شعبان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس لجنه المسابقات، وكان زميلي في دوره 2012 2016. لا يبقى مفيش احلى من كده تعالى. واحنا استخدمناه في ان احنا نوجد لمصر بطوله مصر الدوليه ان شاء الله في شهر يوليو القادم، ان ما كانتش محجوزه، فاحنا الحمد لله يعني حجزنا ميعاد فيها واكدناه ان شاء الله اخر يوليو 2022. تواجدنا مع الاتحاد العربي والافريقي كان على خير ما يرام، في ممثل في النشاط اللي احنا عملناه معاهم في البطوله العربيه في الفجيره وبطوله افريقيا اللي كانت في النيجر اللي هي بطوله البارا تايكوندو. بالنسبه للاتحاد الدولي زي ما قلت لحضرتك احنا متواصلين معاهم مباشره، بنعمل حاجه دلوقتي كويسه جدا جدا. احنا عندنا منتخب الشباب والناشئين هيبتدوا النهارده ان شاء الله منتخب الناشئين التصفيات المؤهله لمنتخب مصر، وبعده الاسبوع الجاي منتخب الشباب، وده تحت اشراف المهندس مصطفى ثعلب. في اشتراطات جديده اتحطت من الاتحاد الدولي، قياسات الوزن لازم يتناسب مع الطول بنسب معينه علشان دي اللي هيبقى بعد كده عليها التعديلات الدوليه. فان شاء الله احنا اول اتحاد باذن تعالى في العالم ان شاء الله هيطبقها في التصفيات اللي هتجرى من النهارده لحد يوم السبت، بمشاركه 580 لاعب ولاعب في الناشئين، وبعدها ان شاء الله تصفيات منتخب الشباب. ده الشق الثاني 17 سنه. الجزء الاول، الجزء بقى الاول عدم ان اللاعب ما يكونش مقيد. الجزء الاول مفيش ولد او بنت هيفكر ان هو هيلعب تايكوندو الا وهيبقى ليه مكان، سواء في نادي او في مركز شباب او في المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي اللي عاملاه الوزاره، او المشروع القومي للبطل البارالمبي اللي عاملاه الوزاره. فلازم اي لاعب او لاعبه هيفكر انه هيشارك في تايكوندو، هيشارك في نادي، في مركز شباب، في مشروع، في هيبقى مسجل عندنا. واحنا بنذلل كل الصعاب لتسجيل الاولاد، وبنعمل يعني بنشتغل حاليا على موضوع التحول الرقمي، وده الملف ده بيديره عندنا العميد خالد محمود والمحاسب حازم انديل والمحاسب مجدي طيب، بحيث ان يبقى في تسهيل ويسر في تسجيل اللعيبه الكترونيا، والاختبارات الحزام تتم في موعدها بصفه دوريه. احنا من 24 يناير 2022 لحد النهارده اختبرنا على مستوى الجمهوريه 3000 لاعب ولاعبه اختبارات احزمه تحت الاسود اللي هي الالوان. وان شاء الله بكره في اجتماع كمان بنعمله مع لجنه المختبرين العليا واللجنه العليا للاحزمه علشان نيسر اختبارات الحزام الاسود الدولي، ودي الحاجات دي كلها تنعكس على كثافة مشاركة اللاعبين في المنتخب. طيب.